وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، مرحبا بك. إذن ماذا لديك من معلومات أخرى فضلا عما جاء في تقريرنا منذ قليل عن مسألة استهداف القطاع الطبي في خان يونس وفي مجمل المنطقة الجنوبية في قطاع غزة حيث أنت؟ هيا لكم. يعني المنطقة الجنوبية قدمت خلال ساعات المساء وحتى هذه اللحظة وخصوصا مدينة رفح ما يزيد عن 25 شهيدا والعشرات من الإصابات في غارات إسرائيلية متتالية استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. رفح هي ضمن المناطق التي تدعي إسرائيل بأنها مناطق آمنة وطلبت من السكان الفلسطينيين بالنزوع في اتجاه هذه المناطق لمن يريد الأمن والنجاة من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يدخل اليوم عدوان يومه 74 على التوالي. لكن ما حدث أن هذه المناطق التي تقول بإسرائيل بأنها آمنة لا زالت تتعرض إلى قصف همزي من طائرات الحربية الإسرائيلية مستهدفة منازل المواطنين، ما أدى ارتقاء هذا العدد ما بين شهيد ومصاب، بالإضافة إلى فقدان عدد كبير من المواطنين أسفل المنازل المدمرة. هذا القصف الإسرائيلي يأتي متزامنا مع القصف المدفعي الذي شنته المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية في محافظة رفح تحديدا ومحافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الأحزمة النارية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية حق عدة أحياء في مدينة غزة وشمال قطاع غزة في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. نعم بشير، فيما يتعلق بالقطاع الصحي، طبعا الأخبار تتحدث عن أن هناك قصفا لمستشفى ناصر وهي المستشفى الرئيسي في خان يونس. ماذا عن الخدمات الصحية لديك في رفح؟ كيف تضررت؟ يعني المستشفيات هي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باتت عنوانا للمزازة، مزازة الاحتلال الإسرائيلي بحق هذه المستشفيات. ما حدث مع المستشفى المعمداني وتكررت التجربة والسيناريو مع مستشفى الشفاء وكذلك العودة وكمال عدوان في شمال قطاع غزة. بالأمس تعرض مستشفى ناصر إلى قذائف مدفعية أدى إلى ارتقاء شهيدة. هذه الجرائم الإسرائيلية لا تتوقف على استهداف ومحاصرة المستشفيات والمراكز الصحية وتحييدها عن العمل، بالإضافة إلى ذلك تقوم إسرائيل بمنع وحرمان الفلسطينيين من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تعمل عليها هذه المسافي، مما يزيد من سوء الأوضاع في داخل هذه المسافي، وبالتالي لا تستطيع هذه المسافي العمل بشكل لائق لتقديم خدماتها الصحية للمواطنين الفلسطينيين والجرحى الذين يصلون بأعداد مرتفعة جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث بات الأطباء يفقدون القدرة على تقديم هذه الخدمات الصحية في ظل شح المواد الطبية وشح المواد المخدرة التي هي بحاجة أو الذين الأطباء بحاجة لها لتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية هنا في قطاع غزة. وبالتالي الأوضاع في هذه المستشفيات هي أوضاع صعبة للغاية، ومنذ الأيام الأولى للعدوان قالت وزارة الصحة أن القطاع الصحي بات منهار تماما في ظل استمرار وارتفاع أعداد المصابين والجرحى الذين يأتون تباعا إلى تلقي العلاج في هذه المستشفيات. طيب بشير، بما أنك تذكر أن الطاقة الاستيعابية وقدرة طاقة هذا القطاع الذي استهدف في خان يونس أو في رفح
كان يعمل بطاقة ضعيفة نظرا لنقص الإمدادات ونقص الأدوية ونقص الدعوم التي تقدم لهذه المستشفى. إذن ما هي الحالات التي تستهدف الآن؟ كيف يتم التعامل معها مع هذا الضعف بعد هذا الاستهداف؟ أكيد هناك ضعف أكثر في هذا القطاع. كيف يمكن التعامل بطرق بديلة في حال عدم وجود يعني مستلزمات طبية وإسعافية كافية في هذه الاستهدافات؟ يعني تقوم به وزارة الصحة ويعني تجري جهودا حثيثة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الفلسطينيين، ولكن ما ينقذ هذا القطاع الصحي في ظل هذا العدوان الإسرائيلي هي الشاحنات التي تدخل عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، وهي محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وباتت تصل إلى المستشفيات في قطاع غزة، خصوصا هنا في المناطق الجنوبية لقطاع غزة. هذه المساعدات التي تدخل عبر مصر إلى قطاع غزة هي تمثل شريان حياة على مستوى الخدمات الطبية وتقديم العلاجات الملازمة للمرضى والجرحى، وكذلك أيضا الجهود المبذولة منذ الأيام الأولى للعدوان من أجل إخراج المصابين والجرحى الفلسطينيين من معبر رفح باتجاه جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج. هذه التحركات الفلسطينية وهذا الممر الإنساني المفتوح عبر منفذ رفح البري باتجاه جمهورية مصر العربية هو يخفف بشكل رئيسي من الأزمات الصحية التي تعصف بالمواطنين والجرحى، ويخفف من كاهل ومن ثقل الكاهل الملقى على عاتق المستشفيات في قطاع غزة. طيب أقصد بشير يعني الجهود المصرية والمساعدات التي تبذل والشاحنات الملقاة على جانب الطرق والتي تعرقلها بالتالي الجانب الإسرائيلي، لكن عندما يكون هناك عدد يحتاج إلى عمليات إسعافية، آلية التعامل مع المرضى والإسعافات في حال شح وعدم استكمال المستلزمات التي تكفي حاجة المرضى، آلية التعامل في هذه المستشفيات وفي هذا القطاع، هل هناك تدخل من الصليب الأحمر؟ هل هناك استعانة بجانب آخر أم كيف يتم الآلية؟ يعني المؤسسات الإغاثية والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر هو يعمل مع المؤسسات الصحية والمشافي من أجل توفير المساعدات وتوفير الاحتياجات الطبية لهذه المشافي، ولكن تم والأعداد الكبيرة من المصابين والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر يزيد من الواقع الصحي المنهار في قطاع غزة، ويزيد من ثقل هذا الواقع أمام الملقى على عاتق الأطباء، وبالتالي الكل هنا يناشد ويوجه المناشدات لكافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وللعالم بضرورة استمرار تدفق المساعدات الطبية واستمرار ضمان الممرات الإنسانية وتوسيعها من أجل يعني إنقاذ حياة المرضى والجرحى في قطاع غزة. نعم بشير، فيما أنت ذكرت المساعدات، فيما يتعلق بالمساعدات يعني منذ أيام سمح بدخول مساعدات من معبر كرم أبو سالم فضلا عما يسمح بدخوله من معبر رفح طبعا. ماذا عن كم هذه المساعدات وما الذي يعني استطاع أن يسد به رمق المواطنين في غزة في ظل ما يحدث الآن في المنطقة الجنوبية تحديدا؟ يعني قبل الحديث عن المساعدات أود التنويه أن المنطقة الجنوبية باتت مكتظة للغاية بأعداد كبيرة من الفلسطينيين، نحن نتحدث عن نزوح ما يزيد عن 1,700,000 نازح باتجاه المناطق الجنوبية. هذه الأرقام تضاف إلى أعداد المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون محافظتي خان يونس ورفح على وجه التحديد، وبالتالي حالة الاكتظاظ الكبيرة تجعل من حالة العوز والطلب للمساعدات والمواد الغذائية الأساسية بشكل كبير ومرتفع، ولكن الشاحنات التي باتت تدخل عبر جمهورية مصر العربية ومحملة بالمساعدات الغذائية والأدوية تخفف من وطأة هذا العدوان الإسرائيلي وتمثل شريان حياة للنازحين الفلسطينيين، خصوصا أن النازحون هنا يفتقدون أدنى مقومات الحياة الإنسانية من المأكل ومن المياه الصالحة للشرب
كانوا في الأيام الأولى يشربون المياه غير الصالحة مما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين. اليوم هذه المساعدات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية محملة بالمياه الصالحة للشرب، محملة بالمواد الغذائية الأساسية واللازمة لضمان استمرارية الحياة لدى المواطنين الفلسطينيين، هي تمكنهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة الإنسانية وتمثل شريان حياة للنازحين الفلسطينيين الذين يفترشون المناطق الجنوبية في قطاع غزة. نعم، بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، شكرا لك بشير على هذه التفاصيل والمعلومات.